بسم الله الرحمن الرحيم. كنتواجدوا اليوم في اليوم الثاني من القافلة الجهوية للتبرع بالدم اللي كينظمها المركز الجهوي للتحقن الدم بوجدة بتنسيق مع جمعية المتبرعين بالجهة الشرقية اللي جمعية قطرة أمل الدم بقرسيف عضو فيها. اليوم الأول اللي هو كان يوم أمس كنا جمعنا فيه 110 ديال الأكياس ديال الدم، واليوم احنا على مشارف انهاء اليوم الثاني وحنا وصلنا ل 118 كيسمين دم. ان شاء الله غادي نوصلوا واحد 130، بمعنى ان في اليومين غادي نكونوا جمعنا واحد 250 حتى 260 كيسمين دم. يعني عمل جد جيد. وبهذه المناسبه طبعا الشكر غيتم وغيتوجه مباشره للمتبرعين بالدم بقرسيف، يعني ساكنه قرسيف الذين ياتون ويتبرعون بقطرات دمائهم من اجل انقاذ ارواح الابرياء. اننا غادي نحاولوا نوصلوا واحد 250 كيس من الدم بين اليوم الاول واليوم الثاني، اللي هاد الدماء طبعا كتمشي للمركز الجهوي للتحقن الدم بوجده اللي كيشهد واحد الخصص مهول في الدماء. وجديد شكري مره اخرى للساكنه ديال قرسيف والمنابر الاعلاميه على التغطيه المتميزه، وشكرا لك. قرب الميكروفون عندك مزيان. هو شي مدرب ولو بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أولا كنتقدم بالشكر للموقع ديالكم اللي كيواكب هذا الحدث، نتاع التبرع نتاع العطاء نتاع الخير. مشكور الجمعية اللي منظمة واللي صارين لهاد المبادرة، مبادرة العطاء، مبادرة التبرع لزرع ثقافة التبرع وإنقاذ حياة المواطن قطرة الدم، إنقاذ الحياة. أنا شخصيا أكثر من خامس مرة إن لم تخلني الذاكرة. شكرا للمكتبة ديالكم كموقع، وكنتمنى التوفيق لهذه الجمعية والمساعدة والمساندة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. السلام عليكم. بعدا أول حاجة الناس قرسيف، تحية لكم كاملين. اول حاجه كنحيي المبادره هذه، مبادره طيبه اللي كنشوفها انايا مبادره مهمه، لان قد قطره ديال الدم تكون عندي انايا تكون مهمه لواحد السيد اخر ولا واحد المره اخرى. اللي كنشوف هاد العمليه هذه ما كرهش انها تكون بحال الضريبه. والله يعني من العام للعام بنادم انه يمشي يعطي داكشي اللي قسمه ديال الدم، حقاش يقدر واحد السيد واحد اخر في ظل اننا كنشوفوا بزاف ديال الحوادث بزاف ديال الحوايج. فبادرة طيبة أن الإنسان ماشي شي حاجة بزاف ولا أنه يمشي يتبرع بهذا الدم هذا اللي غادي تعود بالفضل لواحد السيد آخر ولا واحد إنسان آخر. أول حاجة هي وصلنا عليها الله سبحانه وتعالى أن مبادرة طيبة أننا نعتقوا الأرواح. وكنت من هذه المبادرات أنهم يكونوا بزاف، وعلاش لا بخصوص هنا في قرسيف ما كرهناش اننا نشوف واحد لوكال خاص بهاد الجمعيات هاكو اللي يكون يعني مقر قار، ماشي يعني كل نهار مره كنشوفهم في خصه مره كنشوفهم في شي بلاصه، يعني يكون عندهم مقر خاص بهم. يعني مشرشر ان الانسان بلا يعني بلا ما يديروا هاد المبادره، المهم ان الانسان من ذاته انه يمشي للمقر ويتبرع. وشكرا، وكنشكر مره اخرى هاد الجمعيه هذه ديال التحقن الدم قطره. شكرا.